اليوم بعنوان قطار المدرسة. في الطريق إلى المدرسة كان هناك قطار قديم فوق سكة حديدية لا يتحرك ولا يطلق صفارته. كنا كلما مررنا قربه نصعد للعب في مقصوراته، فيأتي عمي منصور الحارس العجوز وينهانا ويمنعنا من الصعود، فنجري في الحقول بعيدا عنه. تعودنا على هذا المشهد كل يوم، حتى صار أطفال القرى المجاورة والأحياء القريبة يقلدوننا فيما نفعل. في الطريق إلى المدرسة كان هناك أطفال كثيرون يمرون أمام القطار القديم. لقد قدموا جميعا من القرى المجاورة أو من الأحياء القريبة. حل فصل الشتاء البارد وبدأت الأمطار تتساقط وصارت الطريق موحلة. قلنا لعم منصور: كيف سنصل إلى المدرسة يا عمنا؟ فقال لنا: لو كان هذا القطار يعمل لحملتكم فيه إلى المدرسة، فقد كنت سائق قطارات عندما كنت شابا. قلنا له: ألا يمكن أن تصلحه يا عمي؟ فقال لنا: تعالوا لتساعدوني على ذلك. وبسرعة تجمع الأصدقاء والصديقات وتدافعوا نحو القطار. هذا ينظف ما علق به من صدأ، وذاك يطلي أبوابه بألوان الأزهار والورود. انطلق القطار طوطوط، كان يحمل الأطفال طول الطريق ويسير بهم نحو المدرسة. كانوا بنات وبنينا من كل الفصول، وكنا جميعا نغني: مدرستي الحلوة، مدرستي الحلوة. حكايتنا اليوم بعنوان قطار المدرسة. في الطريق إلى المدرسة كان هناك قطار قديم فوق سكة حديدية لا يتحرك ولا يطلق صفارته. كنا كلما مررنا قربه نصعد للعب في مقصوراته، فيأتي عمي منصور الحارس العجوز وينهانا ويمنعنا من الصعود، فنجري في الحقول بعيدا عنه. تعودنا على هذا المشهد كل يوم، حتى صار أطفال القرى المجاورة والأحياء القريبة يقلدوننا فيما نفعل. في الطريق إلى المدرسة كان هناك أطفال كثيرون يمرون أمام القطار القديم. لقد قدموا جميعا من القرى المجاورة أو من الأحياء القريبة. حل فصل الشتاء البارد وبدأت الأمطار تتساقط وصارت الطريق موحلة. قلنا لعم منصور: كيف سنصل إلى المدرسة يا عمنا؟ فقال لنا: لو كان هذا القطار يعمل لحملتكم فيه إلى المدرسة، فقد كنت سائق قطارات عندما كنت شابا. قلنا له: ألا يمكن أن تصلحه يا عمي؟ فقال لنا: تعالوا لتساعدوني على ذلك. وبسرعة تجمع الأصدقاء والصديقات وتدافعوا نحو القطار. هذا ينظف ما علق به من صدأ، وذاك يطلي أبوابه بألوان الأزهار والورود.
انطلق القطار طوطوط. كان يحمل الأطفال طول الطريق ويسير بهم نحو المدرسة. كانوا بنات وبنين من كل الفصول، وكنا جميعا نغني مدرستي الحلوة مدرستي الحلوة. حكايتنا اليوم بعنوان قطار المدرسة. في الطريق إلى المدرسة كان هناك قطار قديم فوق سكة حديدية لا يتحرك ولا يطلق صفارته. كنا كلما مررنا قربه نصعد للعب في مقصوراته، فيأتي عمي منصور الحارس العجوز وينهانا ويمنعنا من الصعود، فنجري في الحقول بعيدا عنه. تعودنا على هذا المشهد كل يوم، حتى صار أطفال القرى المجاورة والأحياء القريبة يقلدوننا فيما نفعل. في الطريق إلى المدرسة كان هناك أطفال كثيرون يمرون أمام القطار القديم. لقد قدموا جميعا من القرى المجاورة أو من الأحياء القريبة. حل فصل الشتاء البارد وبدأت الأمطار تتساقط وصارت الطريق موحلة. قلنا لعم منصور: كيف سنصل إلى المدرسة يا عمنا؟ فقال لنا: لو كان هذا القطار يعمل لحملتكم فيه إلى المدرسة، فقد كنت سائق قطارات عندما كنت شابا. قلنا له: ألا يمكن أن تصلحه يا عمي؟ فقال لنا: تعالوا لتساعدوني على ذلك. وبسرعة تجمع الأصدقاء والصديقات وتدافعوا نحو القطار. هذا ينظف ما علق به من صدأ، وذاك يطلي أبوابه بألوان الأزهار والورود. انطلق القطار طوطوط. كان يحمل الأطفال طول الطريق ويسير بهم نحو المدرسة. كانوا بنات وبنين من كل الفصول، وكنا جميعا نغني مدرستي الحلوة مدرستي الحلوة.